اهلا بيكم مره ثانيه، معاكم اسلام سالم قناه كل اكاديمي. النهارده احنا هنشرح جزء مخصص، يمكن شرحنا المبادئ بتاعته قبل كده في الماكس، بس احنا هنشرحه النهارده بالتفصيل على شيء معين اللي هو تحريك شاحنه في مكان عمل. هنشوف ازاي الكلام ده. احنا يا جماعه اول مرة كنا شرحنا الميد كار، ده بلجن على الماكس، وفي نفس الوقت كان في الشاحنة دي بتتحرك. ففي بعض الإخوة سألونا على ازاي الشاحنة دي بتتحرك او الجزء ده بالذات، وفي ناس بعتوا لي رسائل خاصة عليه. فالموضوع ده بسيط جدا يا جماعة، احنا كنا شرحنا المبادئ بتاعته قبل كده في الماكس، لأنه طبعا اللوميوم ما بيعملش الحركة دي. اللوميوم بس برنامج، مش برنامج تصميم. اللوميوم مش برنامج تصميم، اللوميوم برنامج بتحط فيه تصميمك وبعدين بتعمله الريندر عليه. يعني هو برنامج ريندر بس بيساعدك في التصميم، انك انت تحط بعض الديتيلز التانية اللي بتديك روح مع الحاجات اللي انت بتستخدمها. يعني زي الأشجار والحيوانات والحركة، بتسهل لك الحركة كتير اللي انت ممكن تعمله في الماكس في مدة طبعا صعبة جدا وطويلة جدا، بتخليك تعمله بكل سهولة في اللوميوم. ادي الشاحنة مثلا فضت وجت تتحرك، وادي لودر تاني هنا. اللودر ده بيجيب مثلا حاجات من هنا ويفضيها فيه. احنا هنشرح جزء والباقي سهل عليكم انكم تعرفوه. خلينا نبدأ على طول، نوقف ده بس كده عشان الرام. ادي الشاحنة مثلا. الشاحنة عشان احنا نقدر نعمل عليها التصميم بتاعنا، احنا بنحتاج ان هي تكون كل شيء هنغيره يكون قطعة واحدة. يعني الصندوق ده قطعة واحدة، الغطاء بتاع الصندوق اللي أنا هغيره قطعة واحدة، الشاحنة نفسها قطعة واحدة، العجل كل مجموعة من العجل قطعة واحدة. تمام؟ مبنية على إيه الحركة؟ خلونا بس إحنا نعمل كده، نحدد كل شيء. وبيعمل أوتو سيف. إحنا هنحدد كل حاجة في العربية عشان نشوف هنا في التايم لاين تحت في ايه الحركة المعمولة ونمسح. مسحنا كل الحركات، تمام كده؟ يا تكاتك يا حركات. طيب احنا دلوقتي برنامج طبخ معروف، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحرك الشاحنة دي. اولا احنا عشان نحرك جزء زي كده، احنا عايزين نحركه ازاي؟ عايزين نحركه بحركة روتيشن، يعني كده لورا. تمام؟ عشان نحركه الحركة دي لازم يبقى محور الارتكاز بتاعه هنا، ونفس الحكاية الغطا ده أو الباب ده لازم يتحرك، هيتفتح ويتقفل ومحور الحركة بتاعه فوق هنا. عشان نغير محور الحركة نغيره منين؟ في عندنا هنا هنخش هنا only effect pivot only، يعني اعمل التغيير بتاعك على البيفت only اللي هو محور الارتكاز ده. ممكن نحركه بقى اي مكان احنا عايزين. تمام؟ احنا بنفس الطريقة دي بنعمل محور الارتكاز بتاع ده ومحور الارتكاز بتاع ده. تمام كده؟ طيب احنا عايزين لو الصندوق ده اتحرك يتحرك مع الغطا. يعني انا مش انا غيرت بالاي، غيرت من الموف للروتيشن بالاي والدبليو، هتلاقوها هنا حاجات
كل واحد هنا ليه الرمز بتاعه، ده ال W ده ال E وده ال R الاسكي. طيب احنا دلوقتي بنحرك ده. طيب اذا احنا حركنا ده اتحرك ليه مع الباب؟ لان الباب هنا في حاجه اسمها لينك، رابطه. انا عملت رابطه، دوست كده على لينك ده وقلت الباب ده بيتبع مين؟ بيتبع الصندوق. تمام كده؟ والصندوق ده بيتبع مين؟ بيتبع الهيكل. طيب في حاجه تانية بتتبع الهيكل؟ العجل. العجل ده لازم اقول له انت بتتبع الهيكل. بس خدوا بالكم يا جماعه، لازم الهيكل ده يكون قطعه واحده. يعني معناه ان لو جيت احرك بقى كده يتحرك الهيكل، انما لو جيت احرك الصندوق الهيكل مش هيتحرك، لان الصندوق هو اللي بيتبع الهيكل مش الهيكل هو اللي بيتبع الصندوق. تمام كده؟ طب احنا هنستفيد من النقطه دي بايه؟ هقول لكم انا دلوقتي، احنا هنعمل الحركه من غير بلاجن الميد كار، هنحرك ببساطه جدا العربيه من غير بلاجن الميد كار. اولا احنا عشان نعمل الحركه لازم اروح هنا على التايم كونفجريشن وادوس عليه واختار له، اخلي دي 25 ودي بال، واحط له هنا المسافه اللي انا عايزه يتحرك، يعني الفريم. انا عندي 25 فريم بير سكند، انا عايز كام ثانيه واضرب الفريمات عليها، انا عايز مثلا 2500 ثانيه. تمام كده؟ واقول له اوكي. هنا انا عاملها اصلا مش محتاج ان انا اعمل فيها حاجه. تمام كده؟ انا دلوقتي احتاج الصندوق عند الثانية دي، الأول ده افتح لي هنا الأوتو كي عشان هبدأ بقى أعمل حركة. أقول له الأول ده اللي هو الهيكل ثبته لي هنا في حاجة اسمها ست كي، ثبته لي هنا ده الهيكل هنا ده مكان. تمام كده؟ بعدين الصندوق الثانية 100، الفريم 100، أنا ممكن أعمل كده، فأنا حطيت له كي، أو ممكن أدوس على دي كليك يمين وأقول له حط لي كي على الروتيشن، يعني مكانه هنا، أوكي؟ ده كمان الباب حط لي عليه كي مكانه هنا. الثانية فور اكزامبل 250، الصندوق مكانه هنا اترفع ب 15 درجة، الباب مكانه هنا فتح مثلا 20 درجة. اوكي كده؟ ممتاز جدا ان احنا عملناه. الاوتو سيف خلص يا عم. احنا بس عايزين نقول يا جماعه ان الموضوع بسيط جدا، مجرد ان احنا نفهمه هنروح هنا على الثانيه الفريم 400، هحدد الاثنين دول، ادي ده هاخد له ده هنا، ادوس الشيفت وانسخه هنا، اتقفل الباب، والصندوق هاخد له ده هنا وادوس شيفت انسخه هنا. انا ممكن اقول لك رجعه، بس الحكايه ان لو قلت لك رجعه انا مش متاكد انك انت هترجعه في نفس المكان. عشان كده احنا خدوا بالكم يا جماعه من الحاجات البسيطه جدا دي، احنا بنفعل الخيار ده الانجل سنيب، يعني بيخلي زي ما يكون في مغناطيس كل خمس درجات. اوكي كمان احنا كده عملنا ايه؟ نبص كده، تبدا من الفريم 100 الصندوق بيبدا يترفع، اها ادي الحركه اللي احنا عايزينها، والباب ده بيترفع. طب انا هعمل بس حاجه بسيطه كده، هرجع كده شويه أعلم الباب بس، وأروح ساحب العلامة بتاعت الباب دي قدام شوية. ليه؟
بص دلوقتي كده الصندوق يترفع وبعدين الباب يتفتح، يعني كده بس تاتش خفيف. المهم يا جماعة الفكرة العامة، اوكي كده تمام. الصندوق اترفع ونزل، ممتاز جدا، احنا مش عايزين حاجة تانية، متشكرين جدا الحمد لله على كده. طب احنا كده خلصنا؟ لا لسه. هنروح مثلا ل فريم 500، هنشغل اوتو كي تاني، بقول له ده يا عم انت مكانك هنا، انت مكانك مش هنا، انت مكانك. تمام كده يا جماعة. هنقول بقى للعجل ده كله حط لنا هنا كي في الروتيشن. تمام كده يا جماعة، بقى هنا كي في الروتيشن وده اوتو كي، كل العجل ده مكانه هنا. طيب هنعمل ايه؟ هنروح هنا مثلا 1300 والعجل ده انا هلفه قدام 360 درجة، وده برضو 360 درجة. إذا كنا يا جماعة هنستخدم بلجن الميد كار على الماكس، فإحنا مش هنحتاج دي خالص، هي مقرية تحت، لو ما كانتش تقراها فوق هتقراها تحت. تلتمية وستين درجة، تمام كده؟ بعدين حلو جدا. انا هنا ده الاساسي بتاع العجل، انا برضو هاخده. طب خليه دلوقتي ده يا جماعة الشاسيه، انا هاخده. انا قلت ان انا عامل الكل بيتبعه، هاخد الشاسيه نفسه و هقدمه شوية لقدام. تمام كده في نفس النقطة دي، هروح أنا قدام كده شوية للألفين مثلا يعني، ومكان الشاسيه ده برضو بالشيفت هرجعه لور. شفنا البساطة؟ هعمل ايه بقى بعد ما رجعت الشاسيه لورا؟ هعمل برضو كوبي حاجة تانية كلنا عرفناها. الكوبي ده لإيه؟ للعجل. واقفل الأوتوكي، أرجع لورا. خلونا كده نتفرج يا جماعة، نقول له سيف الأول. أنا عملت إيه؟ هشرح لكم وهو شغال. يخلص بس السيف، شكرا يا عم. ادوس له هنا بلاي، بعد ما قفلت الاوتو كي ادوس له هنا بلاي. تمام يا جماعه، هو كل الوقت شغال. ايه اللي بيحصل بقى؟ هو بعد الثانيه 100، الفريم 100 سوري، هيبدا يفرغ الحموله بتاعته. هيفرغ الحموله، هيقفل تاني. المفروض ان نخليه فوق شويه، مش مشكله انا نسيت. بعد كده هيبدا من هنا، ادي العجل بدا يلف والعربيه بدات تتحرك. طب العربيه تتحرك، العجل بيلف ويتحرك ازاي؟ انا قلت العجل روتيش بقى روتيشن بس. انا عملت روتيت للعجل، بس انا عامل للعجل فولو للشاسيه بتاع العربيه. ممكن بدل ما اعمل التعب ده كله، طب ما انا استريح بان انا استخدم الميد كار وهيديني حركه فعليا احسن من دي شويه. تمام. بص، بطأ العجل، ما بطأ حركة العربية. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، محتاج بس فهم أنا عايز أعمل إيه. نفس اللي أنا بنفذه على السيارة ممكن أنفذه على لودر، ممكن أنفذه على أي شيء أنا عايزه. الموضوع بسيط 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 بسيط. العربية بترجع تاني لنفس المكان وتبدأ يهدي السرعة، هنا تهدي والسرعة هنا تهدي، لأن أنا ملعبتش في الإعدادات بتاعت السيتنج بتاع
التايم لاين، وهي عاده في الحركه هو بيخلي الحركه كانها داله بيبطئها لي في الاخر. طبعا انا ممكن اغيرها بعد كده في حاجات انا محتاج ان هي تقف فجاه يعني، هو هكذا هو هيبدا يعيد لي بقى الموضوع زي ما احنا شفنا قبل كده. تمام يا جماعه، هيبدا هنا عند 100 يبدا القلاب يشتغل تاني وهكذا. المهم احنا فهمنا الليله دي، هنعمل هنا ستوب، يرجع الاول خالص سيلكت كل ده. دلوقتي يا جماعه انا خلصت ده كله، ان انا عملت العربيه والانيميشن، ولازم اخد بالي هنا من اللينكس اللي انا عملت ده فولو لده، الباب الصغير بيتبع الصندوق والصندوق بيتبع الشاسيه وهكذا، العجل بيتبع الشاسيه مش الصندوق، كله بيتبع الحاجه الاساسيه اللي انا هحركها بايدي اللي هي الشاسيه. تمام كده يا جماعه، انا هعمل ده واقول له هنا اكسبورت سيلكشن، سميه لي مثلا موفينج تراك نمبر 1 مثلا، او موفينج تراك واتيفر، وهقول له سيف. هيقول لي عايز تعمل اوفر رايت، اقول له انا مطلعه اصلا من دي. المهم ان انا لما هاجي اعمل له سيف اقول له مثلا 2، عشان لما هاجي مثلا اعمل له سيف هاجي هنا في الانيميشن ولازم افعله الخيار ده. اوكي، لازم افعله الخيار ده. اوكي يا جماعه، ادي انيميشن بفعله انا وهقول له اوكي، هيعمل لي اكسبورت للتراك ده. بعد ما عملت له اكسبورت هروح على اللوميون، هفتح اللوميون. دلوقتي هو قاعد يعمل العاب ويحرك الحاجات وبتاع. دي نفس الفكره اللي انا عملت بيها الحركه، اهي العربيه هناك اهي، شايفين العجل ده؟ الحركه دي والاهتزازات دي معموله بالميد كار، نفس اللي معمول بيه فوق هنا الشاحنه الكبيره ده بالميد كار. انا دلوقتي اشتغلت من غير ميد كار، حركت حتى العجل وكل حاجه من غير الميت. بص شايفين يا جماعه الحركه دي، الحركه دي معموله يدويا بالماكس. تمام، بص دلوقتي هيحصل ايه، هيشغل القلاب وبعد كده هيرجع وينزل ده ويخش في الرمل ويسحب منه ويرجع تاني، كل حركه دي معموله كاستم. بص يا جماعه شايفين ده، انا بعمل امريكاني بالعربيه اللي فوق، ما علينا بالعربيه اللي فوق والحاجات اللي بتتعمل بيها. انا هروح هنا كده، ادي اللي احنا عملناه ماشي يا جماعه، بتنزل اهي. طبعا هجيبها زي من اللومي، هجيبها كده واقول له كده واقول له امبورت يعني. اوكي، طب انا عشان اعمل لها امبورت من الاول اهي، بعد ما تجيبها وتعمل لها امبورت بتروح هي جاي هنا بفرغ لها حته من الارض كده، يبقى هي دي الايه اللي هو الرمل ولا الحاجه اللي هي بتفرغها. بعد ما بيفرغ، بص جماعة نفس الموشن اللي احنا عملناه في الماكس هو نفس اللي طالع، وادي العجل بيتحرك وهي طالع قدام. تمام كده يا جماعه، طالع السلالم. يبقى احنا كده عملنا الانيميشن بتاع الكار اللي احنا عايزينه، انيميشن بسيط جدا وما فيهوش اي مشكله، وكل حاجه ما دام خدناها ببساطه يبقى تطلع عندنا اسهل مما نتخيل. ده معمول بالميد كار. ايه فايدة الميد كار؟ الميد كار هيديني امكانية اكتر، شايفين العجل وهو بيلف والعربية مديني ان هي ترو، العربية حقيقي. ده الميد كار، بس في الحتة شايفين العربية بتلف ازاي؟ اكسلام بصراحة. شايفين بقى الماكس هنا عمل لي ايه؟ رفع هنا، ادي بيرفع اللودر لفوق، الميد كار تحت والماكس فوق. تمام كده يا جماعة؟ ومديني الحركه بتاعتي هنا. بس المهم انا لما اعمل الحركه اكون متاكد ان العجل ده على زيرو، على مستوى زيرو، ان هو على مستوى الارضيه عشان لما احطه ينزل على الارضيه. تمام كده؟ وطبعا انت الماتريالات بتحطها براحتك. اوكي يا جماعه، اتمنى ان الموضوع كده يكون سهل، ما فيهوش مشكله وما فيهوش حاجه صعبه.
تمام. وبالنسبة للميد كار والحركات البهلوانية دي احنا شرحناها قبل كده في الميد كار، الحلقات هتلاقوها برضو في الروابط تحت. طبعا احنا ده احنا ساينس فيكشن، هنا حاجات بتختفي وحاجات بتتحرك وبتطير. ارجو الحلقة دي تكون كافية ووافية للي كانوا بيسألوا عن الجزئية دي. تحياتي ليكم واشوفكم على خير في الحلقة الجاية. مع السلامة.